بعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيه تهنئه لدوله السيد اوليف كريستسون رئيس وزراء مملكه السويد بمناسبه فوزه بانتخابات رئاسه الوزراء في بلاده. اعرب سموه فيها عن خالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبه وتمنياته له بدوام التوفيق والنجاح ولشعب مملكه السويد الصديق دوام التقدم والازدهار.